حكيم سالون سلامة منجاح يا أخوي. سمعنا أخبار طيبة عليه الحمد لله. الأكيد أنه لما تكلم بهذه الطريقة والابتسامة يعني هو الآن إن شاء الله يكون خارج منطقة الخطر. إصابة مثل هذه هي تدخل في احتراف كرة القدم، لكن أريد أن أنوه أنه ما شاء الله عليه ربي يحفظه، لولا القوة البدنية نتاعو بتدخل الشناوي الرياضي، لأن الشناوي لم يقصد هذا، ولكن هذا كانت لقطة في لقطة لاعب، كان لاعب آخر يمكن كان يحدث أكثر أو يمكن أن تكون الإصابة أخطر. نقول إن شاء الله يا بغداد نتمنى رؤيتك قريبا مع المنتخب الجزائري وكذلك مع السد. أنت بطل الجزائر، أنت نجم الجزائر، والكرة القدم الجزائرية ما زالت تحتاجك لتكون أقوى وأقوى بإذن الله، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على أنك رجعت لنا بخير وترجع بسرعة بإذن الله. المنسق الإعلامي للمنتخب الجزائري سهيل بن عمر، لا سهيل بن عمر مراسلنا عبود صالح بي عبود مع لقاء مع سهيل بن عمر ومعهم بعد أخذ بالريش أعتقد. شكرا. إذن نتوصل من هنا من مقر إقامة المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي قبل سويعات من انطلاق الدور ربع النهائي بتبعة الحال ديربي عربي مغاربي بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. في المقابل المنتخب التونسي سيكون في حوار مع المنتخب العماني. على كل سعيد جدا باللمة الجزائرية كما قولوا بداية، وعلى يميني الكابتن مغاربية أيضا، بداية على يميني الكابتن الأخضر بالريش الإعلامي القدير، أيضا الكابتن الأخضر بالريش سعداء بهذه الاستضافة الكابتن الأخضر. أنا أسعد، شكرا، أهلا بكم. وأيضا على اليسار معي الملحق الإعلامي أيضا في صلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد صالح بي عبود، أيضا سعداء بهذه الاستضافة. وأنا كذلك سعيد. على كل كابتن الأخضر ننطلق مع تفاصيل وآخر الأخبار الخاصة بالمنتخب الجزائري من المصدر الرسمي. إذن هناك بعض التساؤلات حول الاحتراز بداية الذي قدم من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم حول الكرة التي اعتبرت خارج الميدان، هل هذا الخبر صحيح؟ أتحدث بطبيعة الحال عن مباراة المنتخب الجزائري المنتخب المصري. أولا أنا أؤكد لك أن لحد الآن ما كان حتى احتراز رسمي قبل به الاتحاد الجزائري لكرة القدم. صحيح كان فيها كلام حول هذا الموضوع لأن الكل العام الخاص تابع اللقطة هذيك، ولكن احنا نعرفوا قوانين المنافسة وقوانين الفيفا تقول بلي كل القرارات التحكيمية لا رجوع فيها، هي قرارات نهائية، ولهذا يعني بالنسبة إلى الاتحاد الجزائري ما هي إلا إشاعة، ولحد الآن ما كان حتى احتراز أو شكوى رسمية قدمت للاتحاد الدولي أو لمنظمي هذه الدورة. وضعية إذن اللاعب أيضا نتحدث حول وضعية اللاعب بغداد بونجاح إذن في المباراة القادمة أمام المنتخب المغربي، ما الجديد في خصوص هذا الموضوع؟ والله بالنسبة للمشاركة هو اليوم ما تدربش، يعني إجازة من طرف الطاقم الطبي. الحالة الصحية الحمد لله درنا معه حوار منذ شويعة، هو في صحة جيدة. صحيح هو كان اصطدام قوي عنيف مع الحارس الشناوي، ولكن الفحوصات التي يعني كل الامور اللي قام بها في المستشفى الحمد لله يعني ما لا تدل على حتى خطوره. اما المشاركه نتاعو هذا امر يعني يتعلق بالطاقم الطبي والطاقم التقني، وهو حسب اقواله هو جاهز وحاب وراغب يشارك في المقابله هذه، لانك تعرف طبع المقابله هذه ودور الربع النهائي كل لاعبين حابين يعني يشاركوا في المقابله هذه. على كل أمر مباشرة إلى الزميل الإعلامي الأخضر بالريش، المنتخب الجزائري هل أقنعك من حيث الأداء؟ هل حقق المطلوب إلى حدود هذا التوقيت؟ مباراة هامة جدا في الدور ربع النهائي أمام المنتخب المغربي، يعني قراءتك الشخصية لما قدمه المنتخب الجزائري إلى حدود هذا التوقيت؟ صراحة المنتخب كان في المستوى، قدم مباراة كبيرة، منتخب شاب أمامه مستقبل كبير. نحن نعرف في المواجهات شمال إفريقيا والمغرب العربي يكون فيها دائما ضغوطات كبيرة خارجية وداخلية، خاصة المباراة التي تجمع المنتخبين الشقيقين الجزائري والمصري. مباراة كانت نظيفة، كان فيها فير بلاي كبير جدا، حتى أن المتابعين لهذه المباراة يقولون بأنها من أفضل المباريات، خاصة من حيث الندية، التنافس، القوة،
حتى التكتيك شاهدت كثير من اللاعبين المصريين كانوا في المدرجات أشادوا بهذه المباراة بالروح التنافسية لكن في حدود رياضية، لم نشاهد مشاكل كبيرة رغم الإصابات رغم البطاقات التي أشارها الحكم. ربما المنتخب الجزائري كان يمكن أن يحقق نتيجة أفضل لو عرف كيف يستغل الشوط الأول لأنه كان أقوى كثيرا على المنتخب المصري. الأخطاء طبعا هي واردة حتى من التحكيم، المنتخب لم يستفيد كثيرا من التحكيم عكس ربما المنتخب المصري، لكن هي مباراة والمنتخب الجزائري كان متأهل قبل هذه المباراة. المنتخب المغربي ليس بالمنتخب الذي يخيف الجزائريين أو الذي ربما المنتخب الجزائري لا يجد حلول أمامه، بالعكس هو منتخب في متناول المنتخب الجزائري. والمباراة أنا أعتبر أن هذه المباراة ستكون أيضا مباراة أشقاء، لا نريد أن نرفع من الضغوطات على اللاعبين، لكن المؤكد هو أن المباراة ستكون كبيرة، ستكون نهائي قبل الأوان. نتمنى أن لا تدخل فيها اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الرياضية وأن نبقى أشقاء على الملعب ونعطي صورة صادقة للروح الرياضية في العالم العربي. شكرا جزيلا الكابتن الأخضر بالريش الإعلامي القدير والزميل على التواجد معنا عبر قنوات الكاس الرياضية. إذن كلمة أخيرة، الجديد في المنتخب الجزائري قبل سويعات؟ هو الجديد هو عن اليوم كانت حصة تدريبية خاصة اللاعبين اللي ما شاركوش البارحة في اللقاء، أما اللاعبين اللي شاركوا بقوا هنا في الفندق وتدربوا على حدة استرجاع، والحمد لله يعني الأمور تبدأ غدا إن شاء الله في الحصة التدريبية وين يكونوا كل اللاعبين لبداية تحضير لقاء ضد الفريق المغربي. شكرا جزيلا. إذن كان معنا الكابتن صالح باي عبود الملحق الصحفي وأيضا الزميل الإعلامي الأخضر بالريش، تفضل لكم الكلمة. شكرا لك سهيل بن عمر، وحشنا والله الأخضر بالريش من زمان ما شفناه. الاحتجاج طارق، شو تقول عن الاحتجاج؟ هو إشاعة في النهاية، ولكن شو تقول عن الاحتجاج عموما لو صار؟ شو يصير من الفيفا لو صار؟ حقيقة على خلفية أنه الكرة اللي جت منها الركنية اللي بعدها تحصل المنتخب المصري على ضربة جزاء، نهاية نقول لك أنه ما عنده وين يوصل، لا أثر له قانونا ولا أثر له واقعا ولا لا أثر له على نتيجة المباراة. خلينا بعجالة نعمل نقطة قانونية توعوية بخصوص الاحتجاجات. خالد، النظام المسابقة الحالية مونديال العرب الفصل الثامن منه يتعلق بالاحتجاجات، يعني يعطي إمكانية الاحتجاج. ما معنى تقديم احتجاج؟ هو الاحتجاج حول مشاركة لاعب أو وضعية ميدان أو خطأ تحكيمي. ثم ثلاثة أنواع متاع احتجاجات في البطولة هذه. ثم الاحتجاج السابق لبداية البطولة يكون تقديمه 5 أيام قبل بداية المباراة الأولى للبطولة، فريق يحتج على تأهيل لاعبين لفائدة فريق آخر، هذا انتهى. ثم النوع الثاني متاع الاحتجاج هو اللي قدمه الفريق قبل صافرة البداية لحكم المباراة بخصوص الميدان، طول الميدان، عرض الميدان، الوضع العام للمنشأة الرياضية، ولا أعتقد أن ذلك ممكن اليوم في المنشآت الرياضية اللي قاعدين نشوف فيها في قطر. الاحتجاج الثالث هو اللي يتعلق بنوعية من الأخطاء، لكن خالد مهم جدا، حال وجود خطأ فني مثلا أنه الحكم أشهر صفرة الأولى ثم أشهر صفرة الثانية للاعب ولم يشهر الورقة الحمراء، على الاحتجاج هذا والحالة الثالثة وقد تحصل فيه شروط شكلية، يعني اللاعب قائد الفريق المتضرر عليه أنه يمشي لحكم المباراة في أول توقف الكرة وينبه عليه أنه قام بخطأ فني، كما أنه زوز إنذارات ولم يشهر الورقة الحمراء أو تغيير ولم يخرج اللاعب الذي سيستبدل وبقي الفريق بأثناش اللاعب، ثم يقوم بتأكيد الاحتراز مرة أخرى. لكن في المحصلة الاحتجاجات على أخطاء تحكيمية حصنها الفصل الثامن وقال راه الخطأ التحكيمي لا يمكن الاحتجاج عليه. قول يا هذه القاعدة. أتفق معي طبعاً، هو يقدم احتجاج فقط لضغط أكثر على المباراة المقبلة، أما ماهوش قانون، ليس بالقانون، لا منطق له قانونية، لا منطق له، فقط حالة جدلية. احنا نذكر كلنا 1966 كأس العالم اللي سجله هيرست، للحين العالم يتكلمون عنه كثيرة. ممكن الاحتجاج يعني كأن الاتحاد الجزائري رفض، كأنه رفض انه يباري منتخب المغرب، وقال لم يقدم، لم يقدم لان ما هو الملحق الصحفي للمنتخب الجزائري يعني قال لم يقدم، مش قانوني احتجاجهم. شوف، مش هذا، مش الغرض، مش من هذا. انت تعرف انه تاريخيا الجزائر كانت اكبر منتخب مظلوم من القرارات التحكيميه والتعسفيه، وكذلك
الاتفاقات الغير قانونية بين المنتخبات. الكرة كلنا أجزمنا أنها كانت خارجة. هذه قدامك كابتن. الكرة كلنا أجزمنا أنها كانت خارجة. يعني منطقيا الهدف غير صحيح أو ضربة الجزاء غير صحيحة لمنتخب مصر. قانونيا لا يمكن مجادلة أو الاحتجاج على سلطة تقديرية لحكم، لأنه فنية. هنا النقطة الأهم هو كان يجب تدخل الفار في حينها. الفار موجود لتصحيح هذه الأخطاء، لكن الاحتجاج الآن يمكن أن يجعل للجزائر أن يحفظ للجزائر حقها في مقبل أنتوا ما احتجتوا، ما في احتجاج صح؟ ما في احتجاج ما احتجوش، لا ما احتجوش، ولكن لما يكون فرضاً. هذا الضغط الإعلامي احنا في المجلس تكلمنا عليه، الجزائريين تكلموا عليه، المسؤول انت عفوا يعني تتوقع انه والله بسبب هالضغط التلفيفي راح يعود المباراة؟ ما يعودش للمباراة، ولكن حتى الحكام لجنة التحكيم في الفيفا تتابع كل صغيرة وكبيرة، ويمكن تعطي تعليمات للحكام والحكام القائمين على الفار ان يكونوا اكثر صرامة، ليس فقط فيما يخص الجزائر ولكن فيما يخص كذلك المنتخبات التي بقيت لتشارك، لكي لا يظلم اي منتخب ويعطى لكل ذي حق حقه. شكرا جزاك الله خير. اعطونا التعليمات كل مره والظلم سيبقى مع باقيات الكره. انت هنا تشاطرني انه خطا تحكيمي ولا ما تشاطرني؟ 100% هو خطا الفار. خلاص اذا الجزائر 100%. لا بس انه يعني ان الاحتجاج يحفظ حق الجزائر، لا مش هيحفظ حق الجزائر. انا قلت لك قانونيا حتى لو الجزائر حطت او ارسلت احتجاج رسمي، هذا لن يشكل اي شيء مع نتيجه المباراه. صحيح. لكن لجنه الحكام ولجنه الفيفا ستتابع هذا الامر، وسيكون اكثر ضغط على الحكام ليكونوا اكثر صرامه، سواء في لقاءات الجزائر او لقاءات المنتخبات التي بقيت في السباق نحو اللقب. طيب هو على كل في اجتماع فني للحكام يوميا بعد المباريات يشوفون الاخطاء وتصحيحها ويلومون الحكم المخطئ. هذا الخطا لو لم يتم التنويه له ولا احد سيتكلم عنه، حتى لجنه الفيفا لم يتكلموا. ما اعتقد يا كابتن لازم ينوهون عنه بينهم. عفوا مايك اسامه، واسامه رجاء لا انا بساله عن حاجه بس. لو سمحت اسامه اسمعني، هذه الاحاديث بسالك السؤال بس اسامه، بس اوضح لك اياها للمستقبل. انا لو سمحت وفضلا وليس امرا ارجوك. لا طبعا باختصار، انت لما تتكلم فانت يعني تضايق المستمعين، المستمع وليس بس المشاهد، المستمع عبر الراديو، انت تبث عبر اذاعه. عندي المعلومه انت. طيب اذا عندك المعلومه لا يعني كنت بسأل، اذا كنت لا تعلم فهي مصيبه، ولكن اذا كنت تعرف هذه مصيبه اعظم. فانا هالمره ما راح اكلمك انت بعد اذنك اخ سامه، لان الاخ سامه الاخر مش عاوز يسمع كلامي. لم تقم معك. شكرا جزاك الله. والتمس الاعتذار. شكرا. واريد التدخل في هذه النقطه بالذات إذا كان الوقت ممكن. لا مش ممكن. ممكن. جزاكم الله خير. أنتوا عليكم على فكرة مثل دقيقتين توقيف من كرة اليد الآن، لأن أنتوا دخلتوا كثير.